مبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بفتح بالتقريب غاية الاختصار، ولي اسمين، قال والعشاء. أتكلم هنا فيه على صلاة العشاء، وكنا قد تكلمنا قبل ذلك عن صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب، وتكلمنا على أن كل صلاة من هذه الصلوات لها بداية ولها نهاية، وتكلمنا على الأوقات المتعددة لهذه الصلوات وتقسيم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه لهذه. إحنا لما بنقول إمامنا الشافعي يعني المدرسة، ولا نقصد بذلك عين الشافعي، إنما نقصد بذلك مدرسة الإمام الشافعي المتمثلة في الإمام بمنهجه، والذين جاءوا من بعده يسيرون على منهجه ويطبقون قواعده لاستنباطية لاستخراج الأحكام. وانتهينا إلى صلاة العشاء. والعشاء، وهي بكسر العين، عشاء وليست عشاء، لأن العشاء اسم للطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت، وأما العشاء فهو اسم للصلاة التي تؤدى في ذلك الوقت. وهذا بعد نقل هذا اللفظ للصلاة المخصوصة. أما العشاء قبل أن ينقل لهذه الصلاة المخصوصة فإنه اسم لأول الظلام. عشاء، أتيتك عشاء، يعني أتيتك في أول الظلام. وسميت الصلاة المخصوصة باسم العشاء لأنها تؤدى في ذلك الوقت، فالعلاقة أن الصلاة تقع في ذلك الوقت، يبقى اسمها علاقة الحالية والمحلية، فالصلاة حال والزمان محل. الصلاة حال والزمان محل عرض لوقوع هذه الصلاة. الصلاة، صلاة العشاء لها أوقات متعددة، فأول وقتها أي أول وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر، شفق لونه أحمر، والشفق إذا أطلق فإنه يحمل على الأحمر. شفق يعني عبارة عن لون في السماء، يعني أحمر كده يعني اللون الذي ترسله إشعاعات الشمس، فهذا هو الشفق، لون أحمر. عندي شفق أحمر وعندي أبيض وعندي أصفر. الأحمر هو أول الدرجات، يليه الأبيض ويليه الأصفر. أبيض أصفر، عند الحنفية تدخل صلاة العشاء بغيبوبة الشفق الأبيض، عند الإمام الشافعي تدخل الصلاة صلاة العشاء بغيبوبة أي بكمال غياب الشفق الأحمر. والإمام الإسنوي في كتاب التمهيد وفي المهمات يقول بأن الشفق إذا أطلق فإنه يحمل على الأحمر. صلى عند غياب الشفق،
صار هذه الكلمة غالبة الاستعمال في الأحمر، فإذا استعملت في غير الأحمر فإنها تستعمل مقيدة، الشفق، الأبيض، الأصفر، وهكذا. أي عقب غيبوبة الشفق، يبقى أو إذا غاب الشفق، يعني عقب غيابه، غاب ورحل، بعده مباشرة يكون وقت العشاء قد بدأ، فلا يدخل وقت العشاء إلا بذلك. وقالوا بأنه قال الشفق الأحمر، ما هو كان ممكن إن هو يقتصر ويقول عند غياب الشفق ويسكت، لأنه الشفق الأحمر، وإذا أطلق فإنه يحمل على الأحمر، ينصرف الذهن إلى الأحمر، وهذا هو استعمال عربي. ولذلك عندما خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالشفق طرأ في ذهنهم وسبق إلى أذهانهم الأحمر. فالمصنف هنا أبو شجاع في غاية الاختصار قيد الشفق بالأحمر للتأكيد، ولو اقتصر على الشفق لحمل على الأحمر في هذه الحالة. والعلماء هنا يقولون ينبغي أن ينتظر الإنسان بعد غيبوبة الشفق قليلا حتى يتأكد من أنه قد غاب، ثم بعد ذلك يصلي. والآن الحمد لله الساعات التي بين أيدينا أغنتنا عن كل هذا الاجتهاد، إنما ندرس هذه الأشياء من باب أن نعرف بداية هذا الأمر وكيف كان قديما يعني يحسبونه، وكيف كانوا يتعاملون مع الصلوات ابتداء وانتهاء. ثم قال بعد ذلك وآخره أي آخر الوقت في الاختيار، انتبه، مش آخر الوقت يعني مطلقا، ولكن آخر الوقت اختيارا، يعني آخر الوقت في الاختيار. يبقى نحن عندما تكلمنا أولا عن وقت الفضيلة، وهو الوقت الذي يفضل إيقاع الصلاة فيها على ما بعده، يعني إذا أوقع الإنسان الصلاة في هذا الوقت الأول كان له ثواب أكثر من إيقاع الصلاة في غير ذلك الوقت، ولذلك سموه وقت فضيلة. لماذا؟ لأن إيقاع الصلاة فيه له زيادة ثواب على إيقاع الصلاة في غيره، ويدخل بأول الوقت، هذا الوقت الفضيلة، ويستمر وقت الفضيلة بما يعتبر فعله في صلاة المغرب على القول الجديد. وكنا في المجلس السابق قد ذكرنا أن هذه الأشياء المطلوبة في صلاة المغرب تفوت بمرور نصف ساعة، فإذا أذن للعشاء ومر بعد ذلك نصف ساعة فقد خرج وقت الفضيلة. النهاردة العشاء بيأذن الساعة كام؟ 7 وكام؟ 7:05. متأكد؟ مش 7:04؟ 7:06؟ تقريبا. على الصحيح، لا تقريبا صح، عبارة دقيقة محررة، تقريبا وقال كده تقريبا لأنه غير متأكد. فسبعة وخمسة، يبقى 7:05 يعني 7:35 يخرج وقت الفضيلة، ويبقى عندي وقت يسمى بوقت الاختيار، ويدخل وقت الاختيار بعقب غيبوبة الشفق الأحمر، فيدخل مع وقت الفضيلة، فوقت الفضيلة معه وقت آخر
يسمى بوقت الاختيار. بعد نصف ساعة يخرج وقت الفضيلة ويستمر معي وقت الاختيار، ويخرج وقت الاختيار بثلث الليل، ثلث الليل. يعني إيش؟ كيف نحسب ثلث الليل؟ صلوا على النبي، نريد صلاة ترج المكان. صلوا على النبي، هذه صلاة الوهابية، عايز نريد صلاة تهز المكان. صلوا على النبي ما لا لم تهز إلا شعرة واحدة من شعرات رأسي. طيب، المغرب يؤذن على الساعة كام النهاردة؟ الساعة 6 مثلا، والفجر يؤذن على الساعة 5، من 5 لـ6 11 ساعة، اقسمهم على 3 يعملوا كام؟ يعملوا 3 ساعات وثلث، 3 ساعات وثلث. 3 ساعات في 3 بكام؟ 9، والثلث في 3 يبقى ب10 كده، لا على 11 يبقى كام يا مشايخ؟ لا، 3 ساعات و40 دقيقة، 3 ساعات و40 دقيقة، 3 ساعات و40 دقيقة ضفها على وقت المغرب. وقت المغرب الساعة 6، الساعة 9:40، 10:09، الساعة 9:40 يخرج وقت الاختيار. مثلا هكذا تحسبها مع اختلاف الأوقات، من المغرب للعشاء اقسم على 3، خد الثلث ضيفه على المغرب يحصل لك الثلث. النهاردة على سبيل المثال الساعة 9:40 ينتهي وقت الاختيار. هكذا قال علماؤنا وأصحابنا. وآخره، الضمير يعود إلى الوقت، يعني آخر الوقت في الاختيار، ولكنه ليس مطلقا، وإنما هو خروج وقت الاختيار. إلى ثلث الليل، يعني وآخره ينتهي بانتهاء ثلث الليل في الاختيار. الإمام النووي في صحيح مسلم ذكر أن وقت الاختيار يبقى إلى نصف الليل، وهذا من اختيارات الإمام النووي اعتمادا على بعض النصوص النبوية التي يصرح فيها بأن وقت الاختيار يبقى إلى نصف الليل. ولكن يعني الثلث هو الذي عليه أكثر الأصحاب، وهذا الرأي هتجد عندك في المنهاج. هات كده الجلال، جلال المحلي الجزء الأول، الجزء الأول أهو، محلي موجود، كله موجود. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر، والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل، المنهاج، وفي قول نصفه تحت 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 منهاج من وفي قول نصفه، يعني ألا تؤخر عن نصفه، يعني وفي قول نصفه أي ألا تؤخر عن نصفه، فهي مجرورة أيضا بهذا الحرف المقدر. لحديث لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل، صححه الحاكم في شرط الشيخين، يعني على شرط مسلم والبخاري.
ورجح المصنف في شرح مسلم هذا القول، وكلامه في شرح المهذب يقتضي أن الأكثرين عليه. في المجموع الإمام النووي ذكر أن أكثر الأصحاب على هذا الرأي. خلي معك، قد نحتاج إليه في بعض الأحيان. يبقى عندنا الإمام النووي يختار إلى رأي أن وقت الاختيار يبقى إلى نصف الليل. يعني عندنا مثلا النهاردة هيبقى 6 و6 كام؟ 3 و3 6 و40 و40 هيعملوا لي ساعة وتلت، يبقى 4 ساعات وتلت. نضيفهم على الساعة 6 هيعملوا لي 10 وتلت. يبقى عند الإمام النووي في هذا اليوم يخرج وقت الاختيار الساعة 10 وثلث. واحد يقول ما هذا، يعني ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا ضبط العلم، الفائدة من هذا أننا نعرف متى تبدأ الصلوات بمراحلها المختلف ومتى تنتهي. يعود أيضا إلى مثلا يظهر يعني الفائدة في الأيمان والتعليق والنذور. إذا قال الرجل لامرأته إن خرج وقت الاختيار في صلاة العشاء فأنت طالق، تطلق الساعة 10 إلا تلت ولا تطلق 10 وتلت؟ عند الجمهور تطلق 10 إلا تلت ويرتاح الزوج من الزوجة الحمد لله، وعند الإمام النووي مش هيرتاح إلا الساعة 10 وتلت، يعني يقع الساعة 10 وتلت. ثم قال بعد ذلك وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. انتقل يتكلم على نوع ثالث من أنواع الوقت وهو وقت الجواز. فوقت الجواز وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. عندي الجواز ينقسم إلى وقتين، جواز بكراهة وجواز بغير كراهة. هنا أقول وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، وكأنه يعني يتكلم على وقت الجواز بكراهة، لكن بعض الشراح حملوا على هذا الوقت، قال هو يقصد بهذا أن يتكلم على وقت الجواز بكراهة وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، وبعضهم قال هو أعم فهو يشمل وقت الجواز ووقت الجواز بكراهة ووقت الجواز بغير كراهة. وقت الجواز يبدأ مع دخول الوقت عقب غيبوبة الشفق يدخل وقت الجواز، يعني وقت يجوز فيه إيقاع الصلاة، وهذا الوقت يكون وقت جواز بغير كراهة فيدخل بأول الوقت ويستمر، فيخرج وقت الفضيلة ويستمر وقت الجواز بغير كراهة يسير، يخرج وقت الاختيار يستمر وقت الجواز بغير كراهة. ويستمر معي وقت الجواز بغير كراهة إلى الفجر الأول، الفجر الإيه؟ الأول. من عندي فجران، لدي فجران، فجر صادق وفجر كاذب. عندي فجر أول وعندي فجر ثاني. فجر الأول هو الفجر الكاذب، والفجر الثاني فجر صادق، وسنتكلم على ما سبب هذه التسمية في ملمح علمي ولا إشارة ولطيفة بلاغية.
فوقت لكننا نحرر أولا الحكم الفقهي، فيدخل وقت الجواز بلا كراهة بأول الوقت، ثم بعد ذلك يستمر 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 إلى أن يدخل وقت الفجر الكاذب، هنا ينتهي وقت الجواز بلا كراهة ويعقبه الجواز بكراهة. فالجواز بكراهة يكون ما بين الفجرين، وسندقق في هذا المعنى. عند وجود الفجر الكاذب يدخل وقت الجواز بكراهة، ثم يستمر معي إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع إيقاع 4 ركعات مع ما تتوقف عليه هذه 4 ركعات من شروط، يعني وضوء، استقبال، ستر عورة. ياخذ قد ايه؟ ياخذ 8 دقائق، 4 ركعات في 4 دقائق، وضوء في 2 دقيقة بأقل ممكن، ستر عورة قول 10 دقائق، يبقى قبل آخر الوقت ب10 دقائق يخرج وقت الجواز بكراهة. فهمنا؟ فهمنا أم لا؟ الحمد لله. بعد هذا إذا بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة يدخل وقت يسمى بوقت حرمة، يعني وقت يحرم فيه تأخير الصلاة عن هذا الوقت، سموه وقت حرمة. لماذا؟ لأنه يحرم تأخير الصلاة إليه، فالإضافة هنا لأدنى ملابسة. وقت حرمة يعني من جهة أن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت يكون حراما، لا أن إيقاع الصلاة فيه يكون حراما. انتبه، لأن إيقاع الصلاة في ذلك الوقت واجب، فليست الإضافة هنا على إضافة المحلية والحالية، لا، وإنما الإضافة كما يقول المحقق الباجوري لأدنى ملابسة. يعني إيش؟ يعني أن تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت حرام، لأنه إخراج للصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا. طيب، يبقى تكلمنا على وقت الفضيلة بداية ونهاية، تكلمنا على وقت الاختيار بداية ونهاية، تكلمنا على وقت الجواز بلا كراهة بداية ونهاية، تكلمنا على وقت الجواز بكراهة. طب نحن في زماننا في هذه الأيام لا نعرف يعني متى يكون الفجر الأول، لكننا نعرف متى يكون الفجر الثاني عند أذان المؤذن الآن. شيخ الإسلام الباجوري يقول بأن ما بين الفجرين قدر ب4 درجات في علم الفلك، والدرجة كأنها يعني 5 دقائق، يعني حوالي 25 دقيقة. هو الفجر النهاردة بيأذن الساعة كام؟ 5، يبقى 4:25 بدأ الفجر الأول ودخل وقت الجواز بكراهة، ويستمر معي إلى 5 إلا 10، يبقى عندي 15 دقيقة تكون هي وقت الجواز بكراهة. 15 يعني وقت إيقاع الصلاة فيه مكروه. أم تأخير الصلاة إليه مكروه؟ تأخير الصلاة إليه مكروه، أما إيقاع الصلاة فيه فهو واجب، فالإضافة على أدنى ملابسة. فهمنا هذا الحمد لله. يبقى وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بكراهة، وقت حرمة تكلمنا عليه،
عندي وقت ضرورة، وقت ضرورة هذا يقولون عنه بأنه هو الوقت الذي خلى فيه الإنسان عن الموانع ولم يبقى إلا قدر تكبيرة، أو لم يبقى قدرا يستطيع إيقاع الصلاة فيه، كما إذا خلى عن الموانع ولم يبقى إلا قدر تكبيرة. كانت امرأة حائض انقطع دمها في الساعة الخامسة إلا دقيقة أو إلا دقيقتان، وجبت عليها صلاة العشاء، بمعنى أنها يجب عليها أن تقضيها، ووجبت عليها صلاة المغرب لأنها تجمع مع وقت العشاء، فكأن وقت العشاء وقت للعشاء ووقت للمغرب المجموعة معها. فالمرأة التي تطهر ولم يبقى من الوقت إلا قدر تكبيرة، على سبيل المثال في صلاة العشاء تجب عليها العشاء ويجب عليها كذلك المغرب التي تجمع معها، يبقى ده اسمه يبقى كده وقت ضرورة. لا لا، هو بيلزم في ذمتها، بتخاطب به على أساس أنها يعني تأتي به إن شاء الله بدون غسل، قدر تكبيرة فقط، لا من أجل الإيقاع ولكن من أجل أن سبب الوجوب قد انعقد في ذمتها. في حاجة اسمه وجوب الأداء وفي انعقاد سبب الوجوب. عندي وقت آخر يسمى بوقت العذر. وقت العذر هذا هو وقت المغرب لمن أراد أن يجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، فمن أراد الجمع صار وقت المغرب وقتا للمغرب ووقتا للعشاء، فهذا وقت إيش؟ وقت عذر، سببه العذر، والعذر هو هنا السفر. عندي حينئذ كم وقت؟ فضيلة، اختيار، جواز، جواز بكراهة، حرمة، ضرورة، عذر، 7 أوقات علمنا ابتداءها وعلمنا كذلك انتهاءها. هناك أوقات أخرى ولكن هذه الأوقات لا علاقة لنا بها، فقد بينا الحال والحمد لله رب العالمين. يعني إيش فجر صادق ويعني إيش فجر كاذب؟ الفجر الكاذب يعني بيكون هناك في السماء نور، ولكن هذا النور يكون يعني مستطيل لا يملأ الأفق. في هذه الأيام نحن لا نرى هذا، لماذا؟ لأننا قد دخلنا في حزمة التلوث الضوئي، هذه الأضواء حجبت عنا طبيعة كونية خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن الكرة الأرضية قد حزمت بالتلوث الضوئي، فلا نستطيع حينئذ أن نرى هذه المعالم الدقيقة، لكنها الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أغنانا عن هذا. لكن في الأفق في السماء يأتي نور مثل ذيل الذئب مستطيل هكذا، ثم بعد ذلك يذهب ويعقبه ظلمة، ثم بعد ذلك يأتي نور يملأ الأفق عريض منتشر ضوءه كثير، هذا الضوء هو الذي به يدخل صلاة الصبح. الضوء الأول الذي يعني يأتي مستطيل مثل ذنب السرحان وهو الذئب، هذا إذا وجد يدخل به، هو بيوجد يدخل به وقت الفجر الكاذب. سموه فجر إيه؟ فجر كاذب. الفجر نفسه ده اسم للوقت، الوقت نفسه مش كاذب، يعني الذي يكذب المخبر به،
يقول فجر كاذب يعني كذب مخبره، وفجر صادق يعني صادق من أخبر به. إذا وجد أو إذا حصل الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه، منتشر يعني نور واسع عريض يملأ الأفق جهة المشرق، ولذلك قال هو معترض يعني بيبقى بالعرض بعرض الأفق هكذا، أي ناحية السماء فيما بين الجنوب والشمال من جهة المشرق. فين المكان اللي تشرق منه الشمس؟ أهو. فين الجنوب؟ جنوب من فوق. فين الشمال؟ شمال من تحت. يكون ما بين الجنوب والشمال ضوء واسع متسع. الأعراب قديما وسكان البادية في الصحراء كانوا يرون ذلك عيانا بيانا، والشرع خاطب هؤلاء وخاطبهم بما يعرفون. وأما الفجر الكاذب فهو ضوء مستطيل ممتد إلى الأفق يعني من تحت إلى فوق. عندما تفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، الفجر الصادق ضوء واسع يملأ المشرق من يعني جنوب المشرق إلى شمالها، ويكون بالعرض معترضا عرضا هكذا. وأما الفجر الكاذب فهو عبارة عن نور يأتي من فوق إلى تحت ويكون مثل ذيل الذئب، ذيل الذئب هكذا ملتوي، ثم يذهب غالبا ويعقبه ظلمة. طيب انتهينا هكذا من وقت العشاء وصلينا العشاء الحمد لله وصليناها بسننها، ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الصبح. والصبح بضم الصاد وبكسر الصاد، صو صي صبح صبح، والعرب تقول وجه صبوح يعني واضح مسفر مشرق. وهو لغة قبل أن ينقل إلى الصلاة المخصوصة أول النهار، سمي بذلك لأنه يشتمل على بياض وحمرة، لأن أصلها منين؟ من وجه صبوح يعني وجه اشتمل على بياض وحمرة، هكذا تقول العرب، وهو لغة أول النهار لاشتمال هذا الوقت على بياض وحمرة في أول طلوعه. سميت الصلاة المخصوصة بذلك لأنها تفعل في ذلك الوقت، فالعلاقة بين الصلاة وبين الوقت علاقة الحال بالمحل، فهذا الزمان محل والصلاة حالة فيه، والصلاة ظرف والزمان الصلاة مظروفة والزمان ظرف للصلاة. ظرف يعني شيء بيوضع في أهو، والمال الذي نضعه في الظرف ده مظروف. وأول وقتها يعني أول وقت صلاة الصبح أو صلاة الفجر، هذا اسمها وهذا اسمها أيضا، ولذلك لك أن تقول في نيتها نويت صلاة الصبح ونويت صلاة الفجر حتى وإن كانت الصلاة مقضية بعد طلوع الشمس، لأن عند العوام عقيدة بأن صلاة الصبح تختلف عن صلاة الفجر. عندكم هذا المعنى؟ الناس يفرقون بينهما؟
عندنا في مصر عوام الناس يقولون هناك فرق بين صلاة الصبح وبين صلاة الفجر، كأنهم يقولون الفجر تفعل بالليل والصبح عندما يعني تفعل بالنهار، لكن هذا فرق غير اصطلاحي ولا فقهي ولا شرعي، لأن الصبح هي الفجر والفجر هي الصبح، لا خلاف بينهما. فعلت في يعني أول وقتها كانت فجرا وصبحا، فعلت بعد شروق الشمس وارتفاعها إلى في وسط السماء سميت أيضا صبحا وسميت فجرا. ولذلك عندما جلسنا للإفتاء التقينا ببعض العوام الذين يظنون المفارقة، وكنا نعلمهم ونقول لهم لا، القرآن يعني أتى بهذا وأتى بذاك وليس هناك فرق بينهما وهكذا. لكن أنا لا أدري يعني كيف لم يصل إلى عوام زمانكم وعوام بلادكم هذا المصطلح. مصر دائما متقدمة فيها الكثير والكثير. وأول وقتها أي أول وقت صلاة الصبح أو الفجر طلوع الفجر الثاني، أي عقب طلوع الفجر الثاني، وأول وقتها طلوع. العلماء يقولون هو على تقدير مضافين، أي أن أول وقت صلاة الصبح عقب وقت طلوعي فهو على تقدير مضافين، المضاف الأول عقب والمضاف الثاني وقت، لأننا نتكلم عن وقت الصلاة. طلوع الفجر الثاني، والمراد أن يطلع ولو بعض وقته، أن يطلع ولو بعض نوره، ولا يشترط طلوع كل النور، فيدخل وقت الصبح بطلوع بعض الفجر اللي هو النور اللي هو الفجر الصادق، وآخره كما فعلنا في صلاة العشاء إذا دخل الفجر الصادق فقد دخل وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة. وكما قلنا بعد نصف ساعة تقريبا يخرج وقت الفضيلة. منين جبتوا نص ساعة؟ فين الدليل؟ بما يعتبر في صلاة المغرب، هكذا قال علماؤنا. ثم بعد ذلك يستمر معي وقت الاختيار إلى والجواز أيضا. نعم أحسنت، لكنني أخص وقت الاختيار لأنني سأتكلم على آخره. إلى الإسفار، والإسفار معناه أن يستطيع الشخص لو كانت هناك ظلمة دامسة أن يرى وأن يميز بسبب ضوء النهار الذي بجواره، لأن الآن النور مرة ثانية ازاي ما نقول وقت الإسفار. قالوا هو أن يستطيع الشخص في هذا الظلام، الظلام خلاص، أن يستطيع الشخص أن يميز من بجواره بدون هذه الأنوار وبدون هذه الإضاءات، أن يستطيع هذا الإسفار وقت الإسفار، أن يستطيع الشخص مع تقدير عدم وجود ضوء الكهرباء أن يميز الشخص الذي بجواره. فإذا استطاع أن يميز الشخص الذي بجواره فقد خرج وقت الاختيار. ولذلك قال وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وهو بكسر الهمزة يقال أسفر
الصبح أي أضاء. طب ده يتحس بقد إيه؟ يعني والله أنا أرى أنه يعني في مثل هذا اليوم يبقى مثلا ستة وثلث، ستة وثلث، ستة وثلث، خرج وقت الاختيار، بقي معنا وقت الجواز. ولذلك قال: والصبح أول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. هنا يتكلم على وقت الجواز، وقلنا بأنه إما وقت جواز بكراهة، وإما أن يكون وقت جواز بلا كراهة. وقت الجواز بلا كراهة يدخل بأول الوقت ويستمر معنا وقت الجواز إلى طلوع الشمس. طيب النبي يقول: وفي الجواز إلى طلوع الشمس، يعني في الجواز بكراهة. هو قالوا بأن وقت الجواز بكراهة يدخل بالإحمرار، وقت الجواز بكراهة يدخل بالإحمرار، يعني يدخل وقت الجواز بلا كراهة بأول الوقت، ثم بعد ذلك يستمر إلى أن يحمر المكان الذي تطلع منه الشمس بغير أن تطلع. فإذا احمر يعني النهار فقد دخل وقت الجواز بكراهة، ثم بعد ذلك يستمر وقت الجواز بكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع إلى هذه الصلاة، فإذا بقي كذلك دخل وقت الحرمة، ثم يستمر بعد ذلك إلى أن تطلع الشمس وهكذا. لكن عبارة المصنف هنا عبارة مجملة، لأنها تصدق على الأمرين، على الجواز بكراهة وعلى الجواز بغير كراهة. قال: وفي الجواز إلى طلوع الشمس، يعني ويستمر في الجواز إلى أن تطلع الشمس، أي قرب طلوعها، مش أن تطلع بالفعل، إلى أن يقرب طلوعها، بحيث يبقى من الوقت ما يسع الصلاة. والمراد بطلوعها هنا مش طلوع القرص بتمامه وكماله، وإنما المراد طلوع بعض قرص الشمس. فإذا طلع بعض قرص الشمس ولو كان يسيرا فقد خرج وقت الصبح. وكما ترون لها ستة أوقات، وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بكراهة، وقت حرمة، وقت ضرورة. ليس لها وقت عذر، لأنها لا تجمع مع غيرها. لها ستة أوقات: فضيلة، اختيار، جواز بلا كراهة، جواز بكراهة، حرمة، ضرورة. لا لا، أنتم بسم الله ما شاء الله. يبقى وقت الجواز بلا كراهة يستمر إلى ظهور الحمرة، احفظوها كذا. وقت الجواز بلا كراهة يستمر إلى ظهور الحمرة، يعني الحمرة التي تكون في جهة المشرق. قال: فصل. الفصل كما قلنا لغة هو الحاجز بين الشيئين، نحطهم مع بعض، واصطلاحا اسم لدال جملة من العلم مشتملة على فروع ومسائل غالبا.
قال فصل، هذا الفصل يتكلم فيه على أمرين. الأمر الأول الصفات أو بيان صفات من تجب عليه الصلاة. ما هي الصفات التي إذا وجدت توجه الوجوب إلى الشخص؟ والثاني المعقود له هذا الفصل يتكلم على صلاة النوافل، وما هو ما هي أنواعها وما هي أوصافها وأعدادها وإلى آخره. فالأول قال وشرائط وجوب الصلاة، شرائط جمع شريطة يعني خصلة مشروطة. والشرائط والشروط اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالإسلام شرط يلزم من عدم الإسلام عدم الوجوب، ولا يلزم من وجود الإسلام وجود الوجوب ولا عدم وجود الوجوب. فلا تجب طيب وجوب يعني وجوب الصلاة بمعنى توجه الخطاب الإلهي إلى الشخص، بمعنى أنه إذا امتثل أثيب وإذا ترك عوقب يوم القيامة على تركه. فذكر أولها الإسلام، والعلماء من عادتهم أن يذكروا هذه الشروط ويذكرون كذلك ما يخالفها وما يعني يكون ضدها أي ما يخرج بها. يقولون الإسلام فلا تجب على كافر أصلي، يعني إيش زي؟ يعني لا تجب عليه وجوب مطالبة منا في الدنيا، وإن وجبت عليه وجوب عقاب يوم القيامة، أي أن الحاكم لا يأمره بالصلاة ولا يعاقبه على تركها لأنها غير واجبة عليه وجوب مطالبة منا له في الدنيا. لكن الراجح عند الشافعية تكليف الكفار بفروع الشريعة فيعاقبون عليها يوم القيامة عقابا زائدا على عقاب الكفر. فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة منا في الدنيا. طيب هب أن الكافر أسلم، احنا قلنا بأنها وجبت عليه وجوبة يعني عقاب، فهو أسلم، فهل عليه أن يقضيها؟ قال علماؤنا لا يقضي الكافر إذا أسلم الصلاة التي وجبت عليه وجوب عقاب في حال كفره. لماذا؟ قال علماؤنا تخفيفا عليه، هب أنه يعني قضى في كفره 60 عاما، قضى 60 عاما على الكفر وأسلم، تقول له اقضي 45 سنة من الصلوات، هذا أمر بعيد، ماذا يصنع ذلك؟ ممكن يبقى عنده 90 سنة ويسلم، هيقضي 75 سنة صلاة فين؟ ولذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أرى أن هذا مبدأ يعني إلهي في عباده، ولذلك قال سبحانه وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا، أي عن كفرهم، بعودتهم إلى الإسلام يغفر لهم ما قد سلف، يعني يرفع العقاب ويرفع التبعات عما سلف في الكفر. طيب
ولا يسن قضاء الصلوات الفائتة حال الكفر. هكذا برضك أيضا قال علماؤنا، يعني لا يسن على الكافر إذا أسلم ودخل الإسلام أن يقضي الصلوات التي فاتته في حال كفره، وهذا هو الذي اعتمده الإمام الرملي صاحب نهاية المحتاج، وجزم غير الرملي هب أنه قضاها هي لا تسن ولا يسن له القضاء، لكن هب أنه قضاها، قال خلاص يا مش واجب عليا، بس ما صليها بقى، يعني أنا عايز أتقرب إلى الله، الله أكبر، نويت صلاة الظهر 4 ركعات وكبر ودخل في الصلاة، هل تنعقد هذه الصلاة أم لا تنعقد؟ في خلاف بين المتأخرين من علمائنا الشافعية. الإمام الرملي يقول يعني بالانعقاد، الإمام الرملي يقول لا تنعقد هذه الصلاة. لماذا؟ لأنها غير مطلوبة منه، والأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة أنها لا تنعقد، وغير الإمام الرملي يقول نعم لا تنعقد، ويثاب عليها ثواب النافلة ولا بأس في ذلك. وأرى، وهذا المعنى ورد إلي الآن، أنه قالوا بالانعقاد في هذه الحالة كما أنه إذا وجد يعني الذي صلى الفرض جماعة فدخل فيها فأراد أن يحصل الثواب لأجل ذلك، كأنهم فتحوا عليه باب يعني الطاعة. طب المرتد، أنت قلت الإسلام، والإسلام تحت إما أن يكون كافر أصلي يعني مخالفه، إما أن يكون كافر أصلي، وإما أن يكون مرتدا. أما الكافر الأصلي فقد تكلمنا فيه، وأما المرتد فهل إذا عاد إلى الإسلام وتاب وأناب يقضي ما فاته في حال ردته؟ وقبل ذلك هل في حال ردته تجب عليه الصلاة؟ نعم تجب عليه الصلاة، لا على معنى أنه يصليها في حال ردته لأنها لا تصح منه، ولكن على معنى أنه يؤمر بالعودة إلى الإسلام وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يصلي. فإن عاد إلى الإسلام تائبا لله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يقضي ما فات. الفرق بينه وبين الكافر أن المرتد قد دخل في الإسلام والتزم بأحكام الإسلام، فإذا خرج منه لا يسقط عنه، كما إذا أقر إنسان لإنسان بدين، قلت مثلا علي 100,000 دولار مثلا، يعني مثلا مش حقيقة، ثم بعد أن أقررت أمام القاضي قلت لا 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 أنا راجع في كلامي، لا يصح منك عودة. هكذا المسلم عندما أقر بالإسلام وعندما اعترف به بقلبه التزم أحكامه، فإذا بعد ذلك خرج لا يسقط عنه، ولأن الصلاة ديون ودين الله أحق بالقضاء، ولأننا لو قلنا للمرتد لا تصلي لا استمرأ الناس الردة من أجل أن يتهربوا من التكاليف، بخلاف الكافر الأصلي هو لم يلتزم بالإسلام ابتداء. ثم بعد ذلك قال والبلوغ، يعني الوصف الثاني من الأوصاف التي تعتبر شروطا وشرائط للوجوب، البلوغ. والبلوغ إما أن يكون بالعلامة، العلامة يعني أن يخرج المني من الرجل والمرأة أو الخنسة أو السن ووقت إمكان خروج المني 9 سنوات، فإذا مرت 9 سنوات 10 سنوات 15 سنة ولم يرى له ولا لها منيا، إذا وصل 15 عاما بالأعوام الهجرية فقد بلغ بالسن، أو حاضت المرأة قبل ذلك عند 10 سنين 11 سنة 12 سنة حاضت بلغت، وإذا بلغت وجبت عليها الصلاة.
وعلى هذا فأضاد هذا أن غير البالغ أي الصبي والصبية لا تجب عليهما الصلاة. فإذا بلغ الصبي والصبية هل يجب عليهما أن يقضيا ما فاتهما في صغرهما؟ لا، لأنهما لم يكونا مكلفين ولا مخاطبين بالصلاة. وهنا تكلم علماؤنا على أنه يسن للأبي الولي، يعني الولي سواء كان أبا أو جدا، أن يأمر الصبي والصبية بالصلاة إذا ميز، والتمييز أن يصل الطفل إلى حالة يستطيع أن يستقل بنفسه في ضروريات الحياة، أن يأكل بنفسه، أن يشرب بنفسه، أن يستنجى بنفسه. والعلماء قديما رصدوا هذا المعنى فوجدوه عند 7 سنين، لأن المجتمع كان هكذا. أما الآن فأرى أن هذا قد يتعدل ويصل إلى 5 سنين في عصر استعمل الطفل فيه الأيباد والتاب والهباب والنت وإلى آخره. 5 سنوات الطفل بسم الله ما شاء الله يجلس على الكمبيوتر ويستطيع أنه هو يخش شات ويستطيع أنه هو يناقش وهكذا. فالطفل قد نضج، سرعة المواصلات والاتصالات والحوارات وهذا الفضاء الواسع يعني جعل هناك نضج سريع. لكن خلينا على كلام الفقهاء ونحن نشرح هذا الكتاب. 7 سنوات، فإذا بلغ الطفل 7 سنوات كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مظنة يعني التمييز، وجب على الولي وجوبا شرعيا سواء كان أبا أو أما أن يأمر الطفل بالصلاة. مروهم بالصلاة لسبع، أي عند 7 في أولها أو آخرها خلاف، ويستمر ذلك حتى يألف الطفل الصلاة ويتعودها، فإذا بلغ لا يتركها إلى يوم القيامة. واضربوهم عليها لعشر، أي عند تمام العشر للأبي أو للولي سواء كان أبا أو جدا أو أما. الأم مش ولي، الأم وصية، لا 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 تدخل في الولاية. أن يضرب الطفل على ترك الصلاة، ويشترط في الضرب ألا يكون يعني متلفا، أن يكون مصلحا، لكنه لو ضرب فأتلف ضمن، لأنه لم يكن إصلاح وإنما كان إتلاف. ضرب الولد بعصا، لا ضرب يعني ينبهه ويعيده إلى دائرة الحق، يعني يشير له يقول إذا لم تصلي فسأعاقبك. واضربوهم عليها لعشر. قال علماؤنا في هذا الموطن كما يجب على الولي أن يأمر الطفل بالصلاة يجب عليه كذلك أن يأمره بالوضوء وبكل ما تتوقف الصلاة عليه. يعلمه الوضوء، يعلمه استقبال القبلة، يعني يحفظه الفاتحة لوازم الصلاة، وكذلك يدربه على الصيام ويدربه على طاعة الله، لأن من شاب على شيء شاب عليه، هكذا تكون التربية. قال بعد ذلك والعقل، والوصف الثالث من الصفات التي يتعلق بها شروط الوجوب العقل. ضد العقل المجنون، لا تجب عليه الصلاة. المجنون هو الذي لا يدرك الزمان ولا المكان ولا الأحوال ولا الأشخاص، لا يدرك الجهات الأربع. ومثله الشخص الذي أغمي عليه فلا تجب عليه الصلاة لزوال العقل، عنده غيبوبة وأطالت معه وجلس في غرفة العمليات
طويلا. الإغماء غير، لا خلينا في الإغماء لأن العملية التي تستغرق ساعات هذا بيبقى مبلج يعني نايم. فإذا أغمي عليه فترة من الزمن وأفاق منها فلا تجب عليه الصلاة التي فاتته في حال الإغماء. والسكران بغير متعد، واحد صديق له من الأشرار ضحك عليه وقال له اشرب هذا، فشرب فسكر وجلس أكثر من كذا صلاة وهو سكران، لا تجب عليه هذه الصلوات لأن السكر قد أزال العقل، وزوال العقل يعني يوجب سقوط التكليف. لكن هب أنه قضى ربنا سبحانه وتعالى بعودة العقل إلى المجنون وعودة العقل إلى المغمى عليه وزوال السكر، فهل يجب على هؤلاء القضاء؟ لا، لأنهم لم يكونوا مخاطبين بالأداء فلا يكونوا مخاطبين بالقضاء فلا تجب عليهم. لكن يستحب لهؤلاء أن يقضوا الصلاة خروجا من خلاف من قال بوجوبها عليهم. وهذا هو حد التكليف، يعني ما سبق في الكلام عليه هو مدار التكليف، ضابط التكليف، النقطة التي يدور التكليف حولها العقل، البلوغ. يعني الإسلام ما احنا قلنا بأن الكفار يعني مكلفون بفروع الشريعة، ولكن حتى بعض المحققين يقول يعني وهو كان مفروض يقول وهذان يعني الأخيران حد التكليف، لأن الكافر مكلف أيضا. ويزاد على هذه الثلاثة السابقة ثلاثة أخرى ذكرها المحققون، أولها النفاس، النقاء، نفاس إيه؟ النقاء من الحيض والنفاس. فإذا كانت المرأة طاهرة من الحيض والنفاس وجبت عليها الصلاة. طيب هب أنها نقت من الحيض والنفاس، هل يسن لها أن تقضي ما فات في حال الحيض والنفاس؟ قالوا لا، لا يسن لها ذلك. طب هب أنها يعني فعلت؟ قالوا علماؤنا أيضا اختلفوا، الخطيب الشربيني يرى أن الصلاة لا تنعقد، واعتمد على قاعدة عظمى لديه وهي أن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة فإنه إذا فعلها الإنسان لا تنعقد. وقال هذه هي القاعدة، الأصل في العبادة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد، والصلاة في الحيض لم تكن مطلوبة من المرأة بل وجب عليها الترك. وذهب بعض علمائنا إلى أنها يعني تنعقد صلاة ولكن لا ثواب فيها. واحد يقول يعني إيه صلاة لا ثواب فيها؟ بسيطة، يعني أنه لو قال لها زوجها إن صليت فأنت طالق عند الخطيب الشربيني لا تطلق بهذه الصلاة، وعند البقية يقولون تطلق لأنها تسمى صلاة وإن لم يكن فيها ثواب، وهكذا. الثاني من الأمور التي زادها بعض المحققين سلامة الحواس، أن يكون ذلك الشخص أي من صفات التكليف ومن شروط التكليف أن يكون الشخص سليم الحواس، يرى يسمع
أو بلاش يرى، يسمع ويتكلم. وعلى هذا فقالوا: من خلق أعمى أصم. الصمم صمم يلزمه عدم كلام، أصم يبقى ما بيتكلمش أخرس. قالوا: من خلق أعمى أصم، حواسه غير سليمة، فهذا غير مكلف، لأن طريق إيصال الخطاب لي منعدم. الطريق إلى إيصال الخطاب وإلى إيصال التكاليف الإلهية وإلى إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى الطريق منعدم، الطريق غير موجود. وكذا من طرأ عليه الصمم وطرأ عليه العمى قبل التمييز أيضا غير مكلف، بخلاف من طرأ عليه بعد التمييز وعلم وعرف الخطاب والجواب وعرف الأحكام، فإنه حينئذ يكون مكلفا. الشرط الثالث من شروط التكليف، وهذه 6 شروط: بلوغ الدعوة. وزاد علماؤنا المعاصرون بلوغ الدعوة بشكل لافت للنظر، مع بلوغها بلوغا سليما صافيا من المكدرات. أما من بلغت لهم الدعوة على أن الإسلام دين همجي، وأنه دين يحض على القتل وعلى سفك الدماء وعلى أكل الحقوق وعلى الاعتداء على الأعراض، فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة بطريقة صحيحة سليمة لافتة النظر خالية من المشوشات، فكأنها لم تبلغهم مطلقا، وعلى هذا فهم أهل فترة. علماؤنا قالوا قديما: فلا تجب على من لم تبلغه الدعوة كأن نشأ في شاهق جبل، فلو بلغته الدعوة بعد فترة لم يجب عليه قضاء ما فات. انتهينا من صفات التكليف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة طلب العلم، وأن يديم علينا نعمة الاجتماع في مجالس العلم، وأن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يقبلنا على ما نحن عليه من تقصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربي على الحق أقدامنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا رب يا رب، بحق جاه المصطفى لا تحرمنا ولا تقطعنا عن العلم بقاطع. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك ألا تقطعنا عن العلم لا بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم اجمع قلبنا وعقلنا وأجسادنا على طلب العلم، واجعل ذلك لوجهك الكريم صافيا خالصا صادقا من القلب لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبث في قلوبنا الرحمة، وأن تجعلها على ألسنتنا وفي جوارحنا. اللهم إنا نسألك أن تجمع هذه القلوب على طاعتك، وأن تجمعها كذلك بلقاء نبيك في الدنيا والآخرة، وأن تجعلها دائما محل نظرك ومحل عنايتك، وأن تجعلها دائما وأبدا محل نظرك ومحل عنايتك، وأن تجعل هذه الوجوه المقبلة ذوات قلوب مقبلة كذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا، ونسألك كذلك أن ترحم ميتنا. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اقض حوائجنا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك أن تقضي حوائجنا، وأن تفك كرب كل مكروب مسلم، وأن تزيل العناء والضيق عن كل بلاد المسلمين، وأن تغفر لنا جميعا جملة واحدة، وأن ترحمنا، وأن تخفف عنا السؤال، وأن تخفف عنا عناء اللقاء. ونختم ذلك بما تعودنا أن نسمعه، وبما يكون منقيا مصفيا لما عسى أن يحدث في المجلس
من كدر وشوائب